الكرام، وصلنا إلى الدرس السادس والتسعين مع كلمة مهمة، كلمة break. break سوف نتعلم استخداماتها وأهم المرادفات في دقيقتين فقط. أما الآن اضغط على الإعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس ومشارك هذا الفيديو لجميع أصدقائك عند نهاية الحلقة، فنحن نضع الكثير من الوقت والجهد في تصميم هذه الدروس. كلمة break تأتي بمعنى استراحة أو كسرة، وتأتي بمعنى فاصل أو خرقة أو قطعة. خلنا نأخذ أمثلة على كلمة break حتى نفهمها. They are up extremely high. They are up extremely high. إنهم على ارتفاع عالي جدا. And they decide to break for lunch. And they decide يقرر، وهم قرروا to break for lunch. قرروا أن يأخذوا استراحة لتناول الغداء أو استراحة الغداء. They are up extremely high. إنهم على ارتفاع عالي جدا، extremely جدا. And they decide، وهم قرروا to break for lunch، وقرروا أن يأخذوا استراحة للغداء. مثال ثاني، the students الطلاب have been urged تم حثهم to take a break from revision من المراجعة. خلينا نقرأها سويا. The students have been urged to take a break for revision. ممتاز، حاول تكرار هذه الجمل 5 مرات لكل جملة بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد، وأيضا اكتبها في كراسك باستخدام القلم والدفتر. The students have been urged to take a break from revision. خلينا أخذ أهم المرادفات أيضا لكلمة break. Crash كسرة. Crash. Cut off قطعة. Cut off. Shatter كسرة. And separate فصلة. حاول الآن أن تكتب جملة قصيرة استخدام كلمة break. استخدم كلمة break في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو حتى استفاد منها الآخرون أيضا. شكرا لكم على المتابعة. انتهينا من هذه الحلقة. استمروا بالمثابرة بتعلم اللغة الإنجليزية، وانتظرونا بالحلقة القادمة اللي هي 97 مع كلمة جديدة ومهمة أيضا سوف نقوم بشرحها، ألا وهي كلمة bring. ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو لجميع أصدقائكم حتى تعم الفائدة لأكبر عدد من الناس، لأن هدفنا في الحياة هو نشر العلم للجميع. شكرا لكم وإلى اللقاء.